فكره ان انت تشتغل على الحاجات اللي عندك وتطلع منها ريزلت، دي حاجه بتخليك عليتك بتتحدى اي حاجه وبتوصل. حتى في ايات في القران في سوره النجم بتقول لك فليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء الاوفى. الايه دي فيها ايه؟ ان انت اي حاجه انت بتعملها هي مش هتروح هدر، انت لازم يكون عندك يقين داخلي بالموضوع ده. سوف دي بتفيد ان في صبر في الموضوع. على فكره الصبر ده مش حاجه سهله، مش حاجه سهله خالص. وارد جدا ان اي حد يكلمك يقول لك انا عندي كذا وعندي كذا، لكن تيجي تلاقيه في موقف معينه هو ما بيعملش بيها. ان انت مش لازم ان انت هتاخد كل حاجه دلوقتي، انت لسه في سن صغير، انت بتجين اكسبيرينس، دي اهم حاجه. ونو واي ان انت اي حاجه انت بتعملها هتروح هدر خالص. بس في البدايه انا عايز اسالكم سؤال، في حاجه اسمها تايم مانجمنت وتاسك مانجمنت، انهي الصح؟ انهي الصح يا عمر؟ تايم مانجمنت. لوكا انا عارف التايم مانجمنت صح، حلو قوي. ايه تاني؟ كله اجماع على التايم مانجمنت. مبدئيا كده عشان خاطر التايم مانجمنت دي مش صح. مش صح ليه؟ كلمه مانجمنت دي يعني مثلا لو انا معايا اداره فانا بمانجمنت، اقدر اجيب ده مكان ده، اقدر اغير التايتل بتاعه، اقدر اتحكم في الاداره كلها. لكن انت ما تقدرش تتحكم في الوقت، تقدر تطول الوقت او تاخر الوقت. التايم مانجمنت دي كلمه غلط خالص، اسمها تاسك مانجمنت. تاسك مانجمنت ليه؟ علشان خاطر انا بقدر اتحكم في التاسك ان انا اعمل لها اولويات. مفيش حد يقدر يتحكم في التايم خالص. من هنا بقى هنتكلم عن حاجه مهمه قوي. طبعا كلنا عارفين ايلون ماسك، صح؟ ايلون ماسك عنده شركات كتير جدا زي سبيس اكس، باي بال، تسلا، عنده شركات كتير جدا، صح؟ هل الراجل ده عنده وقت اكتر من الوقت بتاعك؟ ال24 ساعه بتوعك هم ال24 ساعه بتاعك، صح؟ ايه الفرق؟ ان هو بيرتب اولوياته. وعلى فكره كونك ان انت شخص عامل بلان لحياتك ومخطط، انت هتوصل. مفيش حد بيخطط لحياته وما بيوصلهاش. ليه بقى؟ لان انت لما هتخطط لحاجه انت بتعمل جولز كبيره، بعد كده بتقسمها لاوبجكتيف صغيره وبتمشي على السيكونشال ده. يعني انت الشهر ده عملت كذا، الشهر الجاي هتعمل كذا. حتى لو في شهر انت ما عملتش التارجت بتاعك 100%، بس انت هتحاول ان انت الشهر اللي بعده ان انت تعلي اكتر من الشهر اللي فات. ايلون ماسك بيستخدم حاجه اسمها التايم بلوكينج. التايم بلوكينج ده بيكون عباره عن ايه؟ انت بتجيب مثلا بتعمل خطه اسبوعيه او خطه شهريه ويكلي او مونثلي، وتقول انا الاسبوع ده انا هستفيد بيه بكذا وكذا وكذا. على فكره البلاننج ده حاجه مهمه جدا. فانت بتيجي تقول مثلا انا الاسبوع ده ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا. كلنا عندنا وقت فراغ كبير جدا نقدر نستفيد بيه ونطلع منه حاجات كتير قوي. مش شرط ان انت مثلا شغال في مجال الموبايل فانت تبقى شاطر في المجال ده بس، لا، انت لازم تكون متعدد، تبقى عندك مواهب في حاجات تانية كتير. لان كونك ان انت عندك مجال واحد بس انت شاطر فيه، انت كده لو خرجت بره المجال ده انت مش هتعرف تشتغل. لو المجال ده قفل او حصل فيه اي حاجه انت خلاص. على فكره في دكاتره كتير بيقول لك كل سنتين لازم تاخد شهاده بره مجالك، بره مجالك خالص، عشان يكون عندك اكسبيرينس في حاجات كتير قوي. نرجع بقى لحته التايم بلوكينج. التايم بلوكينج ده انا برضو بستخدمه بقالي فتره. ان انت مثلا بتروح على الكالندر بتاعتك وبتحاول بترتب يومك. انا مثلا الشغل بتاعي بيبتدي من 9 ل 5، الوقت اللي بعده انا هقدر استفيد بيه في ايه او هعمل بيه ايه. طبعا في حاجات ايرجنت بتطلع لنا، مثلا عندي ولد تعب، مراتي تعبت، الكلام ده كله. فانت بتكون حاطط وقت، انت مش مقفل الوقت خالص، انت سايب مسافات ما بينهم عشان لو حصل اي حاجه تقدر تتعامل فيها. ممكن تحط ان انت مثلا ممكن تتعلم انجليش، ممكن تحاول تزود النوليدج عندك في حاجه معينه. تايم بلوكينج ده حاجه مهمه قوي ان احنا نقدر نستفيد بيه.